هذا نصف ضربهم في غزة، وإمها نزحت عند رأسها. لما صار النزاح إحنا ساكنين في حي الزيتون، نزحنا على رفح أول إيش على المغازي، ومن المغازي طلعنا على رفح، وإحنا في رفح طلعنا من مصبح ملناش أسبوع. نقلنا في جزار النجار، قصفوا بيت جنب البيت اللي إحنا فيه. البنت الصبح كانت إمها بترتح فيها وهي في حضن إمها، انقصفت إجت عليها شظية، إجت طلع مخها وهي في حملها إمها بترتح، وإمها بتصرف المستشفى والحمد لله يا الله يقتلها إن شاء الله مع الشهداء يا الله. أبوها ظل في غزة ما عرفناش لما نزحنا يطلع، إمها كانت حامل فيها وولدت هنا في المغازي فيها، والبنت حتى لا أبوها شافها ولا شافت أبوها. واحنا لقينا من المغازي لا خميس لا رفح، من رفح في مصبح، من مصبح لجزار النجار، وين ربنا خدمه لحنا. يعني من المنطقه اللي قالوا لنا امزحوا عليها، طلعنا من منطقه رفح، من منطقه الاوروبي كمان، نازحين وقاعدين، وامها ما تردع فيها مش هي وحيده، انا اربع اخوه اولاد.